النظام السيستم، وبنلعب باي سيستم اللي هو اوتو كات سيستم. ادفانس شويه اسرع في الورق طبعا. اللي بعديه ده معمول في قطاع شغل في مصر بروكسي، هو بي اكس بي. ده عباره عن سوستاتيك كريت سيستم، ده بيعتمد على هو شويه ابطا شويه في الوقت، يعني هو بيعتمد على انه في ستاتيك كريت اللي بيسيب الكار وهو بيتحرك اكس واي تو دايمنشنز، بيركنها بيعتمد على خطوط. طبعا هو تو اكشنز وان يونت، فطبعا دي مشكله تاخد وقت اكبر شويه. اللي بعده ده بي اكس بي، دي استخدام دي ده كل حاجه اكس واي اكشن. اللي بعديها البي بي واي، ده بقى احدث حاجه في السيستم كله، ده عباره عن فول اوتوميتد باركنج سيستم، بيتطور من بياخد من 2 ل 11 دور، وده بيوفر 10 مرات الكونفشن سيستم 10 مرات اللي هو سيستم ده. وعباره عن ان هو بيبقى فيه كونفير، الكونفير دي بعد كده في حاجه اسمها شاتل سيستم، شاتل تاخد العربيه وتصنع عمليه موفمنت، وده ميزته ان كل فلو فيه شاتل سيستم، وبالتالي لو حصل بلوكت في اي فلور منهم سهل جدا تكفر كل الباركنج شغال ما وقفش. روتري سيستم ده موجود في مصر برضه عامل جديد، لكن اتعمل بطريقه قد تكون مش يعني مش غلط شويه، لانه متسرب في الهواء وفي تراب وفي رطوبه وفي حاجات كتير المفروض تتغطى بره، بيغطوا الحاجات دي كلها من الايدين عشان يحافظوا على الحاجه. وده بس بياخد مساحات صغيره وبيعمل بسرعه قوي يعني. دور عندنا كيس ستارت كتير جدا. احنا عمرها بسرعه جدا. وده عباره عن مشروع سيتي ستارز 2، كان المفروض يتقدم لنا بس ما اتعملش للاسف يعني. الاونر البطاقه ما كانش كافي فالموضوع ده كان كله كتير، وده عباره عن 164 متر في 160 متر على عمق ماينس 10، وده هياخد حوالي 3110 عربيه. طبعا السيستم ده عباره عن ماينس 10 متر، بتاخد 4 لايرز يعني 4 طبقات، وده له 24 مدخل ومخرج. دي ميزه بقى الباركنج سيستم، انك انت عندك انترنسز ولوجيز كتير جدا، فبالتالي بتفرق استني لاي ايه؟ لاي عربيه. ده الدرون بتاعه. بنيت درون سكان عنده مشروع مساحته صغيره جدا، عباره عن 5 متر في 23 متر، وبين ارتفاع 23 متر،